لكن الأهم من كل ده، لو عايزين تتكلموا عن 30 يونيو تعالوا نشوف ليلى علوي دلوقتي بتقول ايه. وليلى علوي مش اخوان، وليلى علوي كانت مشاركة بقوة في 30 يونيو وفي 3/7 في 3 يوليو. ليلى طلعت مع لميس الحديدي وكان ليها رأي مختلف، واتكلمت بنفس المنطق اللي اتكلم بيه أحمد سمير هنا وأشقاء أحمد سمير، اللي بيتكلموا عن إن البلد مطحونة، اللي بيتكلموا عن إن المواطن شايل هم فوق الهم. طب تعالى تعالى نشوف كلام ليلى علوي. عندي خبر اهو عشان ما فيش وقت نجيب فيديوهات. قالت ايه؟ وده على المصري اليوم، يعني جرايد المخابرات الحربية. قالت المجتمع مجهد جدا دلوقتي. تمام؟ المجتمع مجهد جدا دلوقتي، تلاقي الناس ماشية في الشارع وهي متنحة وتايهة، ما تحسش ان في هدف لكن في هم، ومش شايفة اننا مشغولين بالرجل والمرأة لكن مشغولين الرجل والمرأة. هنربي العيال ازاي؟ هنعالجهم ازاي؟ عشان كده المجتمع مجهد. لا يا ليلى، الشعب مجهد والمجتمع تعبان، الناس تايهة ومغمومة، دي الحقيقة، والله دي الحقيقة. ليلى علوي وصف أو يعني وصفت الواقع، وصفت الواقع وقالت اللي حاصل، بس يعني مش عايز اقولك ان هي قالت الواقع كله، دي قالت جزء من الواقع. خد في الحسبان ان عينة الناس اللي بتشوفهم ليلى علوي غير عموم الشعب المصري. ليلى علوي بتشوف وتتعامل مع شريحة يمكن تكون مستورة غنية، لكن خلي ليلى علوي تنزل المناطق الشعبية وتلف في قرى مصر والأقاليم وتشوف أحوال الناس عاملة إزاي. الناس مش مجهدة يا ليلى، الناس تعبانة، دي حقيقة ما يقدرش حد يخفيها، لا علي الدين هلال ولا أحمد موسى ولا عمرو ولا لميس ولا ليلى علوي نفسها، محدش هيقدر يخفي الكلام ده. لكن لازم تعرفوا إن الناس التعبانة تعبانة منكم، والناس التعبانة دي ما بقتش تاكل من التمثيل والضحك على الدقون. مش بس ليلى علوي اللي ما عادش حد هيعرف يضحك عليها، وإن طلعت ليلى بكرة اعتذرت وقالت كلامي شوهوه واستخدموه خطأ، هي الكلمة طلعت يا أستاذة ليلى، الكلمة طلعت، لأن ده واقع، الناس شايلة هم كبير. تعال نشوف مثلا نصر القفاص الكاتب الصحفي، نطق هو كمان بالحق وقال الكلمتين اللي قدامك دول. قال رغم اني ضد الاخوان لكن ايام محمد مرسي كنا نقدر نعمل استمارة التمرد وننزل في الشارع وكان في حرية في الاعلام والناس بتتكلم، لكن دلوقتي محدش يقدر يعمل تمرد، ده اتقبض على واحد رفع يافطة في الشارع واتسجن سنتين. الكلام ده على لسان نصر القفاص الكاتب والصحفي المصري. يا أستاذ نصر، دي شهادة بالحق إننا ما كناش في لا دولة ولا حاجة، ولا مرسي ولا الإخوان كانوا بيغيروا هوية مصر، كان في حرية، العهد الوحيد اللي كان فيه حرية حقيقية واتلغى فيه الحبس الاحتياطي في جرائم النشر هو عهد الرئيس محمد مرسي. دلوقتي شوف كام صحفي معتقل. يا أستاذ نصر هات لي كلامه، الله يخليك، كلامه بيقول لك إن محدش يقدر ينطق، محدش يقدر يعبر، مش يقدر يعترض، محدش يقدر يقول كلمة خارج السياق، ما تقدرش. ليه؟ علشان كله بالحديد والنار. خلاصة في اللي عايز أقوله، ما تسمحوش لأي حد مهما كان ياخدكم لحتة غير الواقع اللي انتوا عايشين فيه، قوتكم اليومي، حياتكم اليومية، مصاريفكم، العيشة اللي انتوا عايشينها. الإخوان ومش الإخوان اسطوانة مشروخة ما بقتش تأكل عيش. السيسي بغض النظر عن كل شيء خد فرصته وفرصتين ثلاثة فوق فرصته والزيادة، ولسه كمان عايز ياخد 6 سنين عشان ما يسلمهاش لحد. عارف ليه؟ لأنه هيكون باعها وهتبقى جت على الأرض خراب وتراب ورماد، هنبقى في مصر أجانب وضيوف على بلد متباعة مش بتاعتنا. للأسف ده اللي مودين مصر ليه، وده اللي لسه بيضحكوا بيه على بعض. عقول الناس أصل الإخوان كانوا وحشين. مرسي قعد سنة، انت بقالك 10 سنين، مرسي ما خدش قرض وانت خليت علينا 188 مليار دولار بره وحوالي أكتر من 5 تريليون جنيه جوه ديون. مرسي كان رأسنا عالي، كانش عندنا مشاكل، ما كانش حد بيكرهنا، ما كانش فيه الشعب المهموم اللي حاطط وشه في الأرض. انت عملت ايه في البلد؟ كفاية تعلق
خيبتك على شماعة الناس ما عادتش هتدخل عليها الكلام ده. قول لي انت عملت ايه، اطلع وقول انا بطل، انا جامد جدا وعملت 1 2 3، رخصت لكم الحياة، عملت لكم مستشفيات، عملت لكم تعليم محترم. انما تبقى فاشل وتافه وتطلع تقول بنفسك لا عندي تعليم ولا عندي صحة ولا ولا، وتيجي تقول لي مرسي، تبقى راجل تافه وهبل.